مع كل حضراتكم دلوقتي الى مقر النادي الاهلي في الجزيره مع مراسلنا وزميلنا العزيز مينا ماهر، نعرف من خلال لقائنا بيه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا مينا وسامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي ومعاكم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني زي ما احنا متعودين عايز انقل لكم كواليس وأخبار مش بس مقر النادي الجزيرة ولكن في جميع فروع النادي الأهلي، كان في مدينة نصر أو بالشيخ زايد. في بداية كلامي حابب أأكد على أعضاء النادي بجميع فروع النادي الأهلي، يعني يمكن وانتوا جايين النادي الأهلي كان يكون في حرص تام على ارتداء الكمامات، أمن النادي مفيش استهتار ولا تخاذل في احترام جميع الإجراءات الاحترازية. يعني يمكن من فترة دخول بوابة النادي وبعد كده المرور على بوابة التطهير والتعقيم، كل ده الأمن مركز تركيز كبير جداً، يعني فبنشيد كمان بجهود الأمن، وياريت كمان جميع الأعضاء ياخدوا بالهم كويس جدا عشان نتجنب فيروس كورونا، وإن شاء الله ربنا يا رب يبعد الأذى عن كل الناس. نروح بقى لأخبار الطقس والحالة المرية. يعني يمكن درجة الحرارة في النادي حوالي 14، لكن على مدار اليوم درجة الحرارة توصل يعني من 21 ل 23، ولكن ده ما منعش كبار السن بالنادي الأهلي هنا ان هم يمارسوا رياضاتهم المختلفة وبالأخص في مجمع حمامات السباحة، فيعني الجو في النادي جميل وملائم لجميع التدريبات. بالنسبة للحالة المرية، يعني طريق المعتاد من هليوبلس صلاح سالم كوبري 6 أكتوبر، مع أن النهاردة يوم الاثنين ولكن بصراحة كان في سيولة مرورية كبيرة جدا، طريقي ما خدش حوالي من 19 ل 21 دقيقة. نروح بقى للأخبار والفرق المختلفة الرياضية المختلفة في النادي. يعني يمكن تدريبات السباحة بدأت حوالي الساعة 5 الفجر، انتهت منذ حوالي نصف ساعة لجميع الأعمار استعدادا للموسم الجديد. معايا بقى سلسلة من الانتصارات لجميع الفرق والأعمار في النادي الأهلي. عايز أبدأ معاكم بشباب يد الأهلي 2004، حققوا فوز على مصر للبترول بنتيجة 41 ل 32 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا شباب سلة الأهلي 14 سنة حققوا فوز على نادي المعادي بنتيجة 43 مقابل 19، وده أيضا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. شباب سلة الأهلي 20 سنة حققوا فوز كبير جدا على نادي النصر بنتيجة 51 مقابل 27 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. نروح بقى لفريق فرق السيدات وبنات النادي الأهلي. يعني يمكن نبدأ البداية، بنات يد الأهلي مواليد 2002 فازوا على فريق سبورتينج بنتيجة 27 مقابل 26، ودي في منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا سيدات يد الأهلي حققوا فوز على نادي الشمس بنتيجة 26 مقابل 23، وده أيضا في بطولة الدوري المصري. وطائرة النادي الأهلي بنات 18 سنة فازوا على وادي دجلة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط ضمن منافسات أيضا منطقة القاهرة. وأخيرا في طائرة الأهلي بنات الأهلي 16 سنة فازوا على فريق المقاولون بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات أيضا منطقة القاهرة. نروح بقى لفريق السلة للسيدات وبنات النادي الأهلي. يعني يمكن ناشئات الأهلي 16 سنة حققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 88 مقابل 85، بصراحة كانت مباراة قوية جدا جدا من الفرقتين، ولكن قدروا بنات الأهلي ان هم يفوزوا في المباراة، ودي طبعا ضمن فعاليات دوري المرتبط. اخيرا وليس اخيرا سيدات الاهلي زي ما عودونا يعني على التفوق دائما والاكتساح، حققوا فوز كبير جدا على فريق سموحه بنتيجه 100 مقابل 48 ضمن منافسات نصف نهائي دوري المرتبط. وبالنتيجه دي هيكون فريق سيدات الاهلي محتاج انه يفوز في مباراه واحده، زي ما احنا عارفين هي بتتلعب بنظام بيست اوف 3، فهيكون محتاجين ان هم يفوزوا في مباراه واحده ليتاهلوا لنهائي بطوله دوري المرتبط. بتمنى التوفيق لكل فرق النادي الأهلي، بتمنى التوفيق للفريق الأول لكرة القدم طبعا في البطولة الأفريقية. يعني لو في أي استفسارات أو أسئلة على مدار البرنامج أنا معاكم، عودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي حاجة غير إن احنا بنتوجه ليك بكل الشكر زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي. صباح الفل عليك وبنشكرك شكرا جزيلا.